إن المصطفى صلى الله عليه وسلم تحدث عن مزايا الشام، وتحدث عمن أكرمه الله عز وجل بها ولم يحصر حديثه عنهم في من استوطنه. سأله رجل من الصحابة وقد حدثه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي قد تظهر وتنبثق هنا وهناك، سأله ما المكان الذي تختاره لي يا رسول الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وابن حبان والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد، قال له عليك بالشام، فإن الله اختارها من أرضه واجتبى إليها خيرته من عباده، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. لم يقل عليه الصلاة والسلام إن الله قضى بأن يستوطن فيها خيرته من عباده، وإنما قال يجتبي إليها خيرته من عباده. والذي أعرفه مما ذكره شراح الحديث أن هنالك فرقا بين الاجتباء وبين الاستيطان. الاجتباء أعم من الاستيطان، فربما اجتبى الله سبحانه وتعالى بعضا من عباده للشام على سبيل الوفود إليها مرة إثر مرة إثر مرة، وهو اجتباء. أما الاستيطان فهو المكوث والبقاء فيها. وأعتقد أن هذه العبارة التي عبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم تشمل الشهادة لمن استوطن في الشام من الصالحين، كما تشهد لمن اجتباه إليها جذبه إليها المرة تلو المرة وافدة، يجذبه إليها حب أهلها له، ويجذبه إليها حبه لهم.